تحياتي لكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، إذن يعقد وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم اثنين، وعلى جدول المباحثات خطة لفرض حظر على واردات النفط الروسية. كيف ستتعامل موسكو مع هذه الخطة إن طبقت؟ بشكل عام بالنسبة هو متوقع أن يتم حظر واردات النفط الروسية، ولكن بالذات النفط هنالك حظر تم وهنالك إعاقة لعمليات شراء وتسويق هذا النفط، لأن هنالك بدائل مطروحة في الأسواق العالمية، والجانب الأوروبي يستطيع أن يستغني جزئيا عن النفط الروسي، ولكن مربط الفرس في موضوع الغاز وإمدادات بالغاز. هل يستطيع الجانب الأوروبي أن يفرض عقوبات على إمداد الغاز؟ على العكس، نحن نرى أن الجانب الروسي يستطيع أن يفرض، وما يؤدي من تبعات ذلك على الاقتصاد الأوروبي، لأن الموضوع ليس الآن حاليا ممكن الاستغناء عن بعض الغاز، لأننا في فصل، أنا نقترب من فصل الصيف، وهنالك يمتنعون طبعا بموضوع التدفئة يتم الاستغناء عنه، ولكن هنالك الصناعات المهمة وهي الصناعات الكيماوية والصناعات حتى المرتبطة بقطاعات مهمة وقطاع توليد الطاقة الكهربائية، لا يمكن الآن بشكل الاستغناء عن الغاز الروسي، وهذا سوف يؤدي إلى أزمة اقتصادية وخانقة وضربة كبرى للاقتصاديات الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الألماني، وسوف يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، لما يؤدي ذلك إلى عدد كبير من البطالة، بطالة العدد كبير من الاختصاصيين عن العمل. لكن دكتور سليم، الاتحاد الأوروبي يتحدث عن بدائل من دول عدة. موضوع الغاز لا يمكن بهذه الكلام، طبعا هو كلام الغاز عليه أن يتم وسائل نقل تختلف عن النفط، هنالك قوة الجانب الروسي لأنه قد استثمر بالبنى التحتية في نقل وتسويق الغاز إيمنا في القارة الأوروبية. الاستغناء لا يكون على بهذا الطريق، وعقود الغاز هي عقود لأمد بعيد، لا يمكن بشكل أن تقوم بأخذ حصة من زبون دائم وإرسالها إلى الجانب الأوروبي. الآن هو هذه المحاولة طبعا محاولة أمريكية لإخضاع أوروبا لسيطرتها من خلال تسويق الغاز الأوروبي وخلال الضغط على الجانب الأوروبي لبناء تحت، ولكن العالم لا يستطيع الانتظار حتى 2030 حسب تقديرات أن هنالك ممكن أن نستغني عن الغاز الروسي، هذا سوف يؤدي إلى 10 سنوات أو 8 سنوات كما نرى. طبعا سوف تمر وكما يقول سوف تسيل كثير من المياه، ولكن سوف يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الأوروبي. ما نراه الآن الأوروبيين والأمريكان هم ينظرون إن الموضوع أنهم سوف ينتصروا في هذه الحرب، الهدف الأساسي هو أنهم سوف نستحق وسوف نتحمل هذه العقوبات وهذه تبعات هذه العقوبات الاقتصادية، على أمل بأن نقوم بإلحاق هزيمة بروسيا ونعيد سيطرتنا عليها، وسوف نحصل على كل شيء مجانا. دكتور سليم، في موضوع الغاز، هل يعول الجانب الروسي على عدم الاتفاق أوروبيا؟ هناك بعض الدول تعارض هذه الخطة الأوروبية. إذا كانت الجانب الأوروبي يستطيع أن، وهو طبعا هناك السياسيين، ونرى أن هناك الجانب السياسيين والقادة الأوروبيين هم بعيدون كل البعد عن الواقع، إذا استمروا بهذه السياسة وتم التشدد في موضوع عدم تجاوب مع المطالب الروسية ودفع في الروبل الروسي أو الاستغناء عن الغاز الروسي، طبعا هذا سوف يؤدي إلى ضربات اقتصادية. لا أتوقع أن أحد يستطيع أن يقوم بمقاومتها، وخصوصا عندما نرى هناك المئات الألوف سوف يخرجون للشوارع وهناك اضطرابات اجتماعية واقتصادية كبرى. دكتور سليم، إذا كان السياسيين مستعدون لذلك. نعم دكتور سليم، في أقل من دقيقة، الجانب السياسي إلى أين يتجه؟ الجانب السياسي يتجه إلى مزيد من التصعيد. أنا النخب السياسية العالمية والتي وراءها طبعا الشركات الإمبريالية العالمية الأمريكية وهو المجموعات الصناعية الحربية يتجه إلى مزيد من التصعيد. الآن ثمن هذا الصراع كما يروا أن الغنائم كما يتوقعوا في حالة هزيمة روسيا نستطيع أن تكون هناك اضطرابات من روسيا وقلب النظام السياسي في روسيا ونسيطر ونعود للحقبة الإنسانية عندما كان الغرب والشركات الغربية مسيطرة بشكل كامل على الاقتصاد والقرار السياسي الروسي. هذا هو الثمن الذي يرغب ويأمل بأساس الغربيون بالحصول عليه، ولكن
نحن متجهون إلى أزمة أكبر من ذلك. الجانب الروسي لا يمكن أن يهزم في هذه المعركة، الهزيمة تعني نهاية روسيا، ونحن نعلم ما هي القدرات العسكرية الروسية الأخرى الغير التقليدية التي قد يلجأ لها في حالة حشر روسيا في الزاوية. العالم الآن على شفير حركة روسية، والغرب يستطيع ويذهب إلى ما لا نهاية إلى هذه من أجل الضغط والحصول على مكتسبات اقتصادية مستقبلية. شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي دكتور سليم علي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا.